رتبة السجود للصليب في جمعة الآلام حسب طقس الكنيسة السريانية. حول أبو الأبر وروحه قديشه وعليهم حيلي حاطه يا رحمي وحنونه نشتفعون بتريهون علم العالم علمنا آمين. أهلنا أيها الرب إلهنا أن نقدم سجودا مرضيا لك وبصليبك المحيي بالروح والحق وذلك لنجاة بيعتك من كل مضرة لكي ينال منه المعونات الأحياء الذين يسجدون له والأموات الذين آمنوا به
يستحق مغفرة الذنوب والخطايا الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. استمع قالوا اصبر يا لايسون صالك لان رحمي وحنون ومن مل بعين مريم رحمون راحم علينا وعدرين تجمعت توديث ودروق راس الامر واطلب وطيل آمن عيد وابخ الزبان وابخ العيدون نشت والناسق التسبيح والتهليل والتعظيم لله الكلمة ابن الله الحبيب الذي خلق آدم منذ القديم وجعله في الفردوس ليتنعم فيه ويطيب ولما فقد النعيم الروحاني صار هو له طبيب فنزل وداوى جروحه وقام بارتفاعه على عود الصليب المجد للذي أراد باختياره وحسن مشيئته وقام في القضاء والدين بين المنافقين بعظمته وسكتا بينهم كالخروف قدام الجزار بوداعته ولم يفتح فاه أمام بيلاطس ولد الآب وعظيم حكمته الشكر والثناء للآب الذي أرسل ابنه لخلاصنا والوقار للابن الذي دفع ذاته للصليب عوض أنفسنا والحمد والتهليل للروح القدس الذي أظهر غوامض الأسرار بتجسد الابن الإلهي من ناسوتنا الذين هم إله واحد له يليق المجد الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. لك السبح أيها الإله الكلمة يا من هو قبل تكوين العالم في حصن أبيه وظهر في آخر الزمان من العذراء مريم بحسن تحننه وعزائه وبعد أن كملا بين الناس سياسة وتدبيرا ناسوتيا جاء إلى الصليب والموت والدفن بين الأموات وأظهر بين الناس سرا خفيا لاهوتيا وكملا بموته جميع نبوات الأنبياء عليه وظهرت الأسرار الخفية فيما مضى من الأزمان على يديه تواضع بين الأرضيين ذلك الذي يختفي من هيبته الروحانيون ومس يديه الترابيون
ذلك الذي يرتعد منه النوريون. بارخ مور في الجمعة خلق آدم وسجدت له كل الحيوانات، وفي الجمعة صعد ربه على الصليب وسمع من اليهود الإهانات. في يوم الجمعة ضيع آدم إكليل الوقار، وفي يوم الجمعة لبس سيدنا لأجله إكليل الشوك والعار. يوم الجمعة خلق آدم الزمني، وفي يوم الجمعة تألم المسيح الدائم آدم الثاني. في الساعة الثالثة من الجمعة خرج آدم الأول من جنان النعيم، وفي تلك الساعة أيضا خلصه على عود الصليب آدم الثاني الرب العظيم. في يوم الجمعة لبس آدم وحواء ثياب المجد وشلحاها، وفي يوم الجمعة شلح السيد المسيح ثيابه وردنا لهما ثيابهما فلبساها. في يوم الجمعة خدع الشيطان وأبوينا بقوة غدره، وفي يوم الجمعة طرده المسيح مع كل جنوده وعسكره. في يوم الجمعة أغلق باب الفردوس أمام آدم الشقي، وفي يوم الجمعة فتحه السيد المسيح ليدخل فيه كل متقي. في يوم الجمعة سلمت الحربة للكاروبي ليحرس الفردوس من جنس البشر، وفي يوم الجمعة طعنا سيدنا وسنان حربة الملاك الحارسي انكسار. بارخ مور في السماوات العالية يقدس المطهرون، وفي أعماق الأرض يستهزه به الكافرون. في علو سمائه يباركه القديسون، وفي أعماق الأرض يشتمه المنافقون. في علو سمائه لابس قميصا من الأنوار، وفي أعماق الأرض ألبسه اليهود ثوب الخزي والعار. في علو سمائه تزيحه مراتب النور، وفي أعماق الأرض نزل كسائر الناس إلى ظلمة القبور. في علو سمائه تمدحه طبقات طغمات العلويين،
وفي أعماق الأرض استخفت به جماعة اليهود المتمردين في علو سمائه، هو يعقد التيجان في رؤوس جميع الملوك. وفي أعماق الأرض يلطمه على خده غلام رئيس الكهنة وهو عبد مملوك. في علو سمائه تسبح كل الألسن الناطقة، وفي أعماق الأرض تجري عيون أمي بين اليهود دموعا دافقة. في علو سمائه يقدم له التسبيح ولروحه الخالق، وفي أعماق الأرض مريم أمها فؤادها بالأحزان غارق. في علو سمائه هو يقبل التسابيح من المسبحين، وفي أعماق الأرض قائم كالمسكين بين الكافرين. Oh, my.
بارك مور كل التدابير كملت بالصليب، كل المعجزات أعلنت بالصليب، كل الخلاص صار بالصليب، كل المواهب أوتيت بالصليب. ولأجل ذلك نحن أولاد البيعة المقدسة الجامعة وأهل الأمانة الصادقة المسيحية، نعترف أن الصليب أصلح ما بين السماويين والأرضيين. الصليب وافق بين العلويين والسفليين، الصليب خلط جنس البشر بأصناف الملاك، الصليب ارتفعت إمارته إلى منطقة الأفلاك، الصليب أحيا آدم من الموت، الصليب كسر قوة الشيطان وأهلك الطاغوت، الصليب قهر قوة الخطيئة وأهلك، الصليب هدم هياكل الأصنام وقوضها، الصليب وقام في هياكل الأصنام مذابح، الصليب سترى جميع العيوب والقبائح. ولهذا فنحن نعيد للصليب ونسجد للصليب ونلتجئ بظل الصليب، نسجد كلنا للصليب الذي صار لنا فيه الخلاص، نسجد كلنا للصليب الذي به صرنا إخوة المسيح وورثة أهل الاختصاص، نسجد كلنا للصليب الذي أتتنا به المواهب الإلهية، نسجد كلنا للصليب الذي وافتنا به آيات النور والحياة السنية، نسجد كلنا للصليب الذي صار لنا سلما وأصعدنا إلى أعلى مقام، نسجد كلنا للصليب الذي بين لنا الدين الصحيح ومنحنا مواهب السلام. بارك مور. والآن نطلب منك أيها الرب الإله في هذا اليوم السعيد والعيد العظيم المجيد، الأمر بالسجود للصليب والتكريم لصلبوتك الذي هو كمال تدبيرك وسرك العجيب، أن تغفر بصليبك خطايانا، بصليبك اللهم سامح زلاتنا، بصليبك أقمنا من سقطتنا، بصليبك أغسل أدراننا، بصليبك طهر أجسادنا، بصليبك ادفع عنا التجربات، بصليبك امنحنا الرحمات، بصليبك استر الساجدين للصليب،
بصليبك أخزي وجه المقاومين للصليب، بصليبك منا على الأحياء بحسن النيات، بصليبك ارحم المفقودين والأموات، بصليبك أضي لجميع الذين ماتوا بالأمانة الحقيقية وادعوا القبور، بصليبك أسكنهم بين القديسين في بحابح النور، بصليبك قمنا نحن وأمواتنا المؤمنين من جانبك اليمين، بصليبك أحشرنا مع جميع الأبرار وزمرة السليحيين، بصليبك اجعلنا مستحقين أن نمجدك ونسبحك مع أبيك وروحك الحي القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين، آمين. بارك مور لك المجد أيها المسيح الديان وسيدنا العظيم الرحمن الذي نزل إلينا وصار من أجلنا إنسان ولم يتغير بتأنسي عما كان، هو الخالق والمكون الأكوان، وهو الحياة الصادقة الذي خلص آدم ونسله من الطغيان وشرى لنا شرعا إلهيا وحدى لنا حدا ناموسيا
بأن نعتصم بالصليب وندوس به الشيطان. فأهلنا يا رب رحمتك للثبات بالإيمان، واجعلنا من المصدقين بهذا البرهان، وامنحنا بصليبك المقدس المواهب الحسان، وجود على الخطا بالغفران، وعلى المساكين والمعوزين بالقوت وحاجات الزمان، وعلى الأموات المؤمنين بالرحمة والتحنن والغفران. فنسبحك على ممر الزمان، ونمجد أباك صاحب الإحسان، ونشكر روحك القدوس الذي غمرنا بالخلاص والغفران الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. القراءة الأولى من سفر الحكمة. وجميع الناس الذين ليس فيهم معرفة الله باطلون طبعا، الذين من الخيرات المرئية ما استطاعوا أن يعرفوا الموجود ولا لاحظوا المصنوعات ليعرفوا صانعها، ولكنهم ظنوا النار أو الروح أو الهواء السريع أو دائرة النجوم أو الماء الطامي أو نيرات السماء، واعتقدوها آلهة تدبر سياسة العالم. فإن كانوا قد استشعروا هذه الأشياء آلهة لأن جمالها أعجبهم، فليعرفوا كم سيد هذه أفضل حسنا منها، لأن عنصر كون الجمال خلق هذه كلها. فأما سياستك أيها الآب فتدبر، لأنك في البحر جعلت طريقا وفي الأمواج سبيلا حريزا، موضحا أنك تقدر أن تخلص من كل شيء، حتى إذا ركب أحد في البحر بغير صناعة، ولكنك تريد أن لا تكون أعمال حكمتك باطلة. من أجل هذا ائتمن الناس على أنفسهم خشبة حقيرة، ويجوزون في البحر فيخلصون بمركب، ثم إنه في القديم إذ هلك الجبابرة المتكبرون. فذلك الذي كان رجاء العالم توكل على المركب وخلف للدهر نسل الميلاد الذي يدك دبرته. فلتكن مباركة الخشبة التي بها يصير العدل. فأما الصنم المعمول باليد فملعون هو ومن عمله، أما هذا فلأنه عمله، وأما هذا فلأنه سمي إلها وهو بال وزائل. وبالسواء بغيضان إلى الله، المنافق ونفاقه، لأن الشيء المفعول مع فاعله يعاقب. فلهذا سيكون نظر في أصنام الأمم
لأنها في خليقة الله صارت رذالة وعثرة لأنفس الناس وفخا لأقدام الجهال. بارخ مور. القراءة الثانية من سفر إيرميا النبي. ما لحبيبتي في بيتي قد عملت آثاما كثيرة، إن اللحوم المقدسة تنزع عنك إذا عملت السوء، فحينئذ تفتخرين. زيتونة خضراء حسنة مثمرة جميلة سمى الرب اسمك، بصوت ضجة عظيمة أوقد فيها نارا فانكسرت أغصانها، ورب الجنود الذي غرسك تكلم عليك بشر لأجل شرور بيت إسرائيل وبيت يهوذا التي ارتكبوها إلى أنفسهم ليغضبوني بتقتيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت حينئذ، أظهرت لي أفعالهم، وأنا مثل حمل داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي نيات قائلين لنلقينا العود في خبزه ونهلكه من أرض الأحياء فلا يذكر اسمه أيضا. فأما أنت يا رب الجنود الحاكم بالعدل الممتحن الكل والقلوب، فاجعلني أن أرى انتقامك منهم لأني كشفت لك دعواي. بارخ مور. اليوم علق
القراءة الثالثة من سفر إشعياء النبي. ها عبدي يفهم يرتفع ويتعالى ويكون ساميا جدا مثلما بهت عليك كثيرون، هكذا منظره يكون بلا كرامة بين الرجال وصورته بين بني البشر، هكذا يرش على أمم كثيرة عليه يسد الملوك أفواههم لأن الذين لم يخبروا به أبصروا والذين لم يسمعوا فهموا. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ ومثل عرق من أرض يابسة ليس له صورة ولا جمال، فنظرنا إليه ولم يكن منظر فنشتهيه، مهان ومخذول بين الرجال، رجال الأوجاع ومختبر الحزن، ومثل مستر الوجه عنا حقير، فلم نحسبه يقينا، إنه احتمل أمراضنا وأوجاعنا هو حملهن، ونحن حسبناه كأبرص مضروبا من الله ومخضعا، وهو مجروح لأجل أثامنا ومسحوق لأجل معاصينا. تأديب سلامتنا عليه وبأخديده شفينا نحن، نحن أجمعون مثل الظأن ضللنا، كل واحد منا مال إلى طريقه، فوضع الرب عليه إثم جميعنا. ظلم فتذلل ولم يفتح فاه، مثل شاة إلى الذبح تساق، ومثل نعجة صامتة أمام الجازين لها، فلم يفتح فاه من الضيقة ومن القضاء، آخذا وجيله من يصيفه لأنه انقطع من أرض الأحياء، ضرب من أجل ذنب شعبي. بارخ مور. القراءة الرابعة من رسالة بطرس الرسول الأولى. أيها الأحباء، فإن هذه هي النعمة أن يكون الواحد منا أجل نية الله يحمل المشقات ويصاب ظلما، فإن كان إنما تصيبكم الضربات من أجل خطاياكم فتصبرون، فأي مجد لكم. لكن إذا صنعتم الحسنات وشق عليكم فصبرتم فهذا فضل عند الله، فإنكم لهذا دعيتم
لأن المسيح أيضا قد تألم بدلنا وأبقى لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. ذلك الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه غدر، ذلك الذي كان يسب ولا يسب ويتعاقب فلا يتهدر، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل، ذلك الذي حمل هو بنفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، ذلك الذي بجراحاته شفيتم لأنكم كنتم ضالين كالغنم فرجعتم الآن إلى الراعي المتعاهد لنفوسكم. بارخ مور. تعالوا إلى ما
القراءة الخامسة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قورنثية. يا إخوتي، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، فأما عندنا نحن معشر المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: إني أبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. فأين الحكيم وأين الكاتب وأين فاحص هذا الدهر؟ أليس إن الله قد استجهل حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. أحب الله أن يخلص المؤمنين بجهالة البشرى، لأن اليهود يسألون الآيات واليونانيين يطلبون الحكمة. فأما نحن فإننا نبشر بالمسيح مصلوبا، وذلك عثرة عند اليهود وجهالة عند الأمم. وأما المدعوون من اليهود واليونانيين فالمسيح لهم قوة الله وحكمة الله، لأن ما هو جاهل لدن الله أحكم من الناس، وما هو ضعيف من قبل الله أقوى من الناس. فانظروا أيها الإخوة، دعوتكم أنه ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ولا كثيرون أقوياء، ولا كثيرون أشراف، بل إنما اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرذولات والغير الموجودات ليبطل الموجودات، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بيسوع المسيح الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وخلاصا، لكي يكون كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. بارخ مور. Thank you.
لربنا المجد وعلينا مراحمه إلى الأبد آمين. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير سلوثيخ عامان. وكان هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وكانت منهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب يوسي وأم ابن زبدي وسالومي. هؤلاء اللواتي كنا يتبعنه حين كان في الجليل ويخدمنه، وآخر كثيرات صعدنا معه إلى أورشليم. وأما اليهود فلأنه يوم الجمعة لئلا تبقى الأجساد على صلبانها في السبت، لأن ذلك يوم السبت كان عظيما، سألوا بيلاطس أن يكسروا سيقانهم وينزلوهم. فجاء الجند فكسروا ساقي الأول وساقي الآخر الذي صلب معه. فلما أتوا إلى يسوع رأوه قد مات فلم يكسروا ساقيه، ولكن واحدا من الجند طعنه بحربة في جنبه فخرج للوقت دم وماء. ومن عاين شهد شهادته حقا هي، وعلم أنه قال الحق لتؤمنوا أنتم أيضا، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل لا يكسر منه عظم، وأيضا الكتاب الآخر الذي قال سينظرون إلى الذي طعنوه. وسويت قرية ليسون قابل رقم مثل.
سعودين الأصليب وفرقون النفش سن عمقا يوزو أمري نمشي حو الداخل مدوثات فلنسجد للصليب الذي به خلاصنا ومع لص اليمين نهتف اذكرنا في ملكوتك سادين الأصليب وفرقون النفش ثن عمقا يوزو أمري نمشي حو الداخل مدوثيات فلنسجد للصليب الذي به خلاصنا ومع لص اليمين نهتف اذكرنا في ملكوتك سادين الأصليب وفرقون النفش ثن عمقا يوزو أمري نمشي حو الداخل مدوثيات فلنسجد للصليب الذي به خلاصنا ومع لص اليمين نهتف اذكرنا في ملكوتك تحت الصليب تبكي العذراء بنحيب ها إني فارقتك يا ولدي الحبيب جرى جميع دمك جري لعصارى وكالعين بلحمك تحت المعصرة يا لحزن أمك بحر المرارة تنوح وتبكيك
بدمها السكيب تحت الصليب تبكي العذراء بنحيب ها إني فارقتك يا ولدي الحبيب بتكرار جلدوك وأنت حليم خلا بمر سقاك في غلك العظيم بعد موتك طعنوك برمح أليم فجرى من جانبك دم وماء وطيب تحت الصليب تبكي العذراء بنحيب ها إني فارقتك يا ولدي الحبيب سكينة الوجع عادت إلى قلبي أبكي وأتوجع على ابني وربي عد إلي وارجع فيتم ندبي اشتدت أوجاعك من ألم العجيب تحت الصليب تبكي العذراء بنحيب ها إني فارقتك يا ولدي الحبيب يبرني يا حال يا إذا تبريس الصليوة وقلاتهم زكية ديوان
ابنه خرستا رمحا جيت وبرش غبي بخا مش ميا اللي بي Oh, it's the dark.